يقول: هل يجوز قراءة آيات في سورة في الركعة الأولى ومن ثم قراءة آيات من نفس السورة في الركعة الثانية لكن ليست خلفها مباشرة؟ ما في بأس، يعني أقرأ في الركعة الأولى مثلا كاف ها يا عين صاد مثلا أول مريم مثلا الصفحة الأولى مثلا، ثم أقرأ في الركعة إن الذين آمنوا صاد سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني خطرت 30 آية مثلا من سورة مريم، ما في بأس إن شاء الله تعالى، ما يضر. هو الذي كره أهل العلم التنكيس، التنكيس في السورة ذاتها، يعني يقرأ آخر السورة بعدين يقرأ أولها، هذا الذي كرهه أهل العلم وسموه التنكيس. تفضل.